صورة لأحلى واحدة وأحلى عريس، صح؟ طبعا. احتفل المخرج عمر عبد العزيز بعقد قرانه على السيدة أماني صفوت في حفل صغير بحضور عدد من أصدقائه من نجوم الوسط الفني، ومن أبرز الحضور ابن شقيقه الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ميرفت أمين، والمنتج محمد العدل. المخرج عمر عبد العزيز من مواليد 27 مايو عام 1953. من أبرز أعماله يا رب ولده للفقيد الرحمة، وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، وهنا القاهرة، والشقة من حق الزوجة، واللعيبة وكراكيب وليه يا هرم. يلا.